مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مع حلقه جديده من حلقات فن الكروشيه، ولسه مكملين مع بعض سلسله زينه رمضان، وبنشتغل الزينه البسيطه دي عشان نزوق بيها بيوتنا. فالخيوط اللي انا بستعملها، اشتغلت بخيط اليز ديفا وناكو ابيزا، ودي كلها بواقي خيوط متاحه عندي. اشتغلت هنا بإبرة مقاس رقم 2، وهبقى محتاجة المقص وإبرة التنظيف. الخيوط اختيارية، أي خامة عندك متوفرة وأي ألوان متاحة معاكي ممكن تشتغلي بيها. فنبدأ مع بعض. فأول حاجة هنبدأها، هنشتغل الدائرة السحرية. بلف الخيط على إيدي بالشكل ده مرتين، هدخل بالإبرة تحت الخيط الأول وأشد الخيط الثاني، فكده كونت الحلقة. هرتفع 3 سلسلة، ودي ارتفاع العمود بلفة. فلف الخيط وأدخل جوه الحلقة وأعمل عمود بلفة، وكمان عمود بلفة. وهنا سلاسل الارتفاع بعتبرها عمود بلفة، فهشتغل بنفس الطريقة دي 3 سلسلة في الفراغ هنا. 1 2 3 4 عمود بلفة، وبعدها 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ تاني 1 2 3 4 عمود بلفة. هشد الخيط عشان اقفل معايا القطعة، وهعمل 3 سلسلة. في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع هنا هقفل بمنزلقة، وكده يكون معايا الدور الأول خلص. لو أنا هكمل بنفس الخيط فهشتغل عادي، هكمل هعمل 3 سلسلة وأكمل، لكن هنا أنا خلاص هغير اللون، فهقص الخيط كده، معايا الدور الأول خلص. هنبدأ الدور الثاني. في طريقتين للبداية، هعمل عقدة البداية الأول، وهنا هدخل بالخيط وأعمل منزلقة الأول، وبعد كده هعمل 3 سلسلة وأكمل الشغل بتاعي. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، هعمل عقدة البداية وألف الخيط على الإبرة مرة واحدة، وهدخل في الفراغ. هكون طبعا ماسكة معايا طرف الخيط اللي بدأت بيه، واطلع من فتلتين وكمان فتلتين، يبقى انا كده عملت عمود بلفة على طول. الطريقة دي بفضلها احسن، لان ما بيظهرش معايا مكان القفلة بتاعة الدور، فهكمل بيها. هشتغل بقى عمود بلفة، وكمان
عمود بلفة، فكده معايا 3 عمود بلفة. سواء بقى بدأتها ب3 سلسلة عمود بلفة عمود بلفة، أو زي ما عملت هنا عمود بلفة وبعدها 2 عمود بلفة. بعد كده هروح للفراغ اللي هنا، وهشتغل 3 عمود بلفة وبعدها 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ 4 عمود بلفة هروح على طول للفراغ اللي هنا، وهعمل 1 2 3 4 عمود بلفة وبعدها 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ تاني 4 عمود بلفة وهروح على طول للفراغ اللي بدأت عنده، هاخد معايا طبعا خيط النهاية بتاع الدور الأول، وهشتغل هنا أربعة عمود بلفة وبعدها 3 سلسلة، وهقفل هنا في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع، أو زي ما أنا عاملة هنا في أول غرزة للعمود بلفة، فده كده هيبقى الدور التاني. هقص الخيط وهنشوف بقى الدور التالت بنفس الطريقة اللي بدأنا بيها الدور التاني. بعمل عقدة البداية وبلف الخيط على الإبرة مرة واحدة، بدخل هنا في الفراغ وهعمل عمود بلفة واخد معايا خيط البداية، وفي نفس الفراغ تاني هعمل 2 عمود بلفة، فكده الإجمالي 3 عمود بلفة. هروح للفراغ اللي هنا وهشتغل 3 عمود بلفة، وبعد كده الفراغ التاني ثلاثة عمود بلفة 3 سلسلة، في نفس المكان 4 عمود بلفة، يبقى اخد بالي هنا من الزاوية بتاعت المثلث، بشتغل 3 عمود بلفة 3 سلسلة 4 عمود بلفة في الفراغ اللي هنا، هعمل 4 عمود بلفة
وهنا في زاوية المثلث اللي بعد كده، أربعة عمود بلفة، وبعدها ثلاثة سلسلة، وفي نفس الفراغ أربعة عمود بلفة. هروح للفراغ اللي هنا وكده أربعة عمود بلفة. بعد كده هروح للزاوية اللي بدأت عندها ونعمل أربعة عمود بلفة، ثلاثة سلسلة، وهقفل فيه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع أو في الغرزة الأولى اللي عملتها. وكده كمان خلصت اللون التالت. فده كده شكل الدور التالت أهو. ودلوقتي بقى هنبدأ الدور الرابع باللون الجديد. فبعمل أول عقدة البداية، وهنا عند البداية هلف الخيط على الإبرة وهعمل العمود بلفة، او زي ما اتفقنا ممكن ابدأ ب ثلاثة سلسلة. هروح هنا للفراغ وهعمل ثلاثة عمود بلفة، والفراغ التاني اللي جنبه هنا ثلاثة عمود بلفة، وهنا عند الزاوية ثلاثة عمود بلفة، ثلاثة سلسلة. لو أنا هكمل كمان أدوار تانية يبقى هشتغل ثلاثة عمود بلفة، ثلاثة سلسلة، أربعة عمود بلفة، لكن هنا عشان خلاص هنهي القطعة بتاعتي بآخر الدور ده فهعمل خمسة عمود بلفة ولو هكمل طبعا زي ما وضحت بعمل أربعة عمود بلفة وبروح على طول هنا للفراغ وبعمل أربعة عمود بلفة، لكن هنا أنا عملت ثلاثة عمود بلفة، ثلاثة سلسلة، خمسة عمود بلفة. هروح لتاني غرزة هنا، يعني دي أول غرزة اهي مستخبية هنا، التانية هشتغل جواها حشو، وبعد كده هروح للفراغ التاني وهعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة عمود بلفة، هفوت الغرزة الأولى، في التانية هعمل حشو وهروح للفراغ
اللي هنا، وهعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبعد كده في تاني غرزة هعمل حشو، والفراغ اللي هنا هشتغل فيه واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يبقى احنا هنا في الفراغ بتاع الزاوية للمثلث عملنا 5 عمود بلفة. تاني غرزة هنا هعمل حشو، وفي الفراغ 5 عمود بلفة، في تاني غرزة هنا هعمل حشو، وبعدها في الفراغ اللي هنا هعمل 5 عمود بلفة، كده رحت للفراغ اللي بدأت عنده. لكن منساش طبعا قبلها في الغرزة اعمل حشو، وعند الفراغ هنا 5 عمود بلفة، وبعدها 3 سلسلة، وهكمل الجزء بتاع ال3 عمود بلفة اللي مع بعض هنا. يعني انا هنا عملت عمود بلفة واحد او 3 سلسلة الارتفاع، فكده ناقصني 2 عمود بلفة، وهقفل بقى الدور بالمنزلقة، وكده نقص الخيط ونكون خلصنا القطعة معانا. هننضف بقى طبعا كل الخيوط اللي ورا دي، ونبدأ نشوف هنشبك القطع دي مع بعض. وهنا كده بقى خلاص ده شكلها بعد ما نضفناها بالشكل ده. وزي ما وضحت عايزين نكبر على المثلث ده، ما بنشتغلش الدور الأخير، بنفضل نزود فيه كل الأدوار اللي زي ديت اللي هي الدور الثالث، وبعد كده بنشتغل الحلية الأخيرة الدور الرابع. ولو مش عايزين نشتغله عادي ما فيش مشكلة، ممكن نشتغل كل الأدوار بنفس طريقة الدور الثالث. فدلوقتي هبدأ بقى أثبت الأجزاء دي. فأول حاجة هعملها طبعا عقدة البداية، وهشتغل عدد سلاسل مناسب للطول اللي أنا محتاجاه، ووضحت ده في الفيديو اللي فات. فاختياري حسب ما أنا عايزة الطول بتاعي يبدأ من 15-20 سنتي أو أكتر، لكن هو في المتوسط من 15 لـ20. فبنعمل عدد سلاسل بالشكل ده، ده الطول اهو. عند الزاوية الأولى هنا اللي كنت بشتغل فيها البداية
هثبت هنا وهشتغل كمان على الفراغ. هشتغل على كل غرز الدور بنفس الطريقة دي. بنفس الشكل ده هشتغل بقى دلوقتي، هزود عدد السلاسل الفراغ اللي ما بين كل واحدة والتانية. هنا انا مش عايزة الفراغ يكون كبير، فهخليه حوالي 12 سنتي. فهثبت دلوقتي ممكن اللون ده. طبعا تنسيق الألوان اختياري. هشتغل في الغرزة اللي قبل السلاسل هنا وجوه السلاسل بشتغل 2 غرزة، وبعد كده بشتغل على كل غرز الدور وكلها معانا غرز حشو. فهكمل كده باقي القطع بنفس الطريقة. بنفس الشكل ده وهنا كده خلاص خلصت، وصلت لي آخر القطعة وعملت الترتيب المناسب ليا. فدلوقتي ممكن أثبت على كده وخلاص، وأخلي التثبيت بتاعي كله بالسلاسل، او ممكن اشتغل على السلاسل كمان دور سواء كان حشو او نص عمود او عمود بلفة زي ما احب. فهنا انا هشتغل كمان على السلاسل بالشكل ده، كمان دور حشو هيبقى بنفس الطريقة دي لحد ما اخلص القطعة كلها. وكده خلاص خلصنا بعد ما اشتغلت كل الدور بغرز الحشو، وده كده بقى شكلها. فمتاح طبعا قدامي اشتغل بالغرز اللي انا عايزاها سواء كانت نص عمود او حشو زي ما انا عاملة، او عمود بلفة، او اخليها زي ما هي على السلسلة بس. كمان الالوان اختيارية اللي احنا اشتغلنا بيها دي كلها بواقي خيوط، سواء بقى كانت بالديفا او باي نوع خيط تاني متوفر عندك، مفيش اي مشكلة خالص. وكده خلاص نكون خلصنا ووصلنا لآخر حلقة النهاردة، وأشوفكم مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.